فيديو جديد ان شاء الله. يا سلام كده لما تقومي من النوم تلاقي مطبخك نظيف، يا تدخلي تطبخي وانتي نفسك مرتاحة، وصدقيني يعني الأكلة اللي بتعمليها او الوصفة اللي بتعمليها بتطلع حلوة. الفيديو ان شاء الله النهاردة حلو، اهم حاجة نسمي له ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. وصفة الفراخ النهاردة حلوة قوي، شايفة الصدور دايبة دوب، ما بالك بقى الوراك عاملة ازاي. ناجحة، لو عندك عزومة ان شاء الله اعمليها وانتي بقلب جامد، والنتيجة ان شاء الله هتعجبك. ومكوناتها بسيطة جدا. اول حاجة يا ست الكل، معايا بصلتين فرمتهم وطماطمتين ضربتهم في الكبة، عاوزاهم يعني مش معصورين قوي، ومعلقتين من الصلصة، معلقة خل، عصير ليمون، اتنين من الصويا صوص، البهارات بتاعتي فلفل اسمر وملح، توم باودر، بصل باودر، بابريكا وكركم، لكن مش بحط حاجه تاني، ومعلقتين من الصويا صوص حلوه قوي، والمستردة الفراخ المشويه حطي عليها مستردة، ما تكتريش قوي يعني. بصي حسيت ان هي زادت معايا، لا شلت الزياده، لما بتكتري المستردة قوي طعمها مش بيكون حلو. قلبي بقى الخلطه الحلوه دي. الفراخ بتاعتي طبعا غسلها كويس وحطها في محلول نقع، ايا كان المحلول النقع اللي انت بتعمليه فيها، بس المهم يكون فيه ليمون. بالسكينه بقى وهبدا اعمل لها فتحات زي ما انتم شايفين كده، وتحت الجلد هنا، تحت الجلد طبعا غسلها كويس وعامله فتحات علشان ادخل الخلطه دي تحت الجلد. يا نهار ابيض بتكون حلوه قوي. انت بتجيبي الفراخ وبتعمليها كتاب مفتوح بس من الظهر، يعني بتيجي من عند سلسله الظهر وبتبداي تقطعيها زي ما عملت كده. ما تعمليش كده، تعمليها كتاب مفتوح من عند يعني من عند الصدر من قدام، ما بتكونش حلوه في الشكل كمان. لا تعالي من عند سلسله الظهر من ورا وقصيها كده بالطول زي ما انت شايفينها كده، خليها زي كتاب مفتوح. هتاخدي بقى من الخلطه الحلوه اللي احنا عاملينها دي وشربيها بقى كويس فوق الجلد كده وتحت الجلد، المهم ان تتشرب كويس، واهم حاجه النغزات اللي بتعمليها بالسكينه. الفتحات دي حلوه بتخليها تدخل الخلطه كلها فيها. نعم يا ايه، بصوا انا بقوم بدري علشان خاطر اسجل، لكن والله ما بيسيبني لا بالليل ولا بالنهار. تعالى سلم عليهم، قول لهم باي. قول لهم باي باي. ما انت عامل دوشه، انت طالع اصلا في صوتك طالع، بصي بيعمل لكم باي. حبيب ماما سيبني اسجل بقى. شايفه كده شكل الفراخ عامله ازاي، شربها كويس قوي بالخلطه، يعني مش بحط صلصه كتير او طماطم كتير، انا مش عاوزه تكون كلها صلصه، لا عاوزاها تاخد اللون الحلو وفي نفس الوقت تكون ناشفه زي ما هتشوفيها دلوقتي. خلاص كده عاوزه تسيبيها بقى ساعه اتنين تلاته هتعمليها على طول. بصراحه عملتها على طول وطلع والله طعمها حلو. هي ممكن تكون بتفرق شويه ان يعني اللحم نفسه بيشرب من التتبيله. بعد كده بجيب الشبكه الحلوه دي بتاعت الشوي بتاعنا وبحط في صينيه، باخد الروزماري والليمون، بسم الله عليك يا حبيبي قوم، بحطه في الصينيه وشويه من الخلطه، الصينيه اللي بتكون تحت الشبكه، وبتحطي ميه مغليه، بتاخدي بقى بقيه الخلطه وتحطيها على الفراخ زي ما بعمل كده. الطريقه دي سهله، لو عندك عزومه اعمليها اول حاجه وما تقلقيش، هتقولي بردت، حتى لو بردت انت بتولعي عليها بقى الفرن، البوتاجاز من فوق، الميه اللي بتغلي دي بتطلع البخار وبتسخنها، يعني اول حاجه بدات بيها الفراخ عملتها الصبح وبردت، قبل يعني قبل ما اقدمها. انت لازم احنا في رمضان تقدمي الاكل بتاعك سخن وحلو قبل الفطار، يعني شايفين الميه دي اهي بيبقى فيه ميه، انت بقى بتتابعيها لو نشفت ولا حاجه بتزودي ميه تاني، لقيتيها نشفت زوديها شويه ميه وحطيها على البوتاجاز من فوق، هتسخن كده وكانك لسه عاملاها. بتدخليها الفرن بتاعك على اعلى درجه، بحطها على الصاجه وبتسيبيها، والله ما ولحت الشوايه من فوق، هي اول ما بتاخد اللون الحلو اللي انت شايفاه ده خلاص بتكون استوت مع نفسها كده، شايفه ناشفه ازاي، احلى من اللي بتجيبها مشويه من بره. النسائر بتاعتها مستويه دايبه دوب، مش مستويه، الفراخ ماسكه نفسها، شكلها شيك قوي في التقديم لما تكوني عاملاها وانت عندك عزومه، عاملاها لاولادك طعمها حلو بيحبوه. شايفه النسائر دايبه ازاي، ما بالك بقى الوراك عامله ازاي. لا بجد الفيديو حلو والطريقه حلوه، قدميها بقى بالطريقه اللي انت عاوزاها، الولاد بيحبوها والكبار كمان بيحبوها. يا رب الفيديو النهارده يكون بسيط وسهل، واياد ما يكونش ازعجكم النهارده. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده او في فيديو جديد، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.